استراتيجيات نفسية فعالة للقضاء على القلق إزاء المشكلات التي تواجهها. الدنيا التي نعيشها بكل أحداثها وظروفها وحالتها وبحلوها ومرها هي دار وموضوع للاختبار، تيست ملحوظة. ليس هذه الفكرة قاصرة على الفكر الديني فقط، بل تطرح أيضا وبشدة في سياق الفكر الفلسفي. تطرح علينا الدنيا كل يوم، بل كل لحظة وفي كل موقف سؤال قد يكون سهل وقد يكون صعب، وقد يكون في مستوى الطالب العادي وقد يكون في مستوى الطالب المتميز، وعلينا أن ننتقي الإجابة لأن الخطأ سيكون مؤلما. أسئلة الدنيا هي مشكلات، أسئلة problem. الحياة بأسرها حلول لمشكلات، اسم كتاب للفيلسوف كارل بوبر يلخص رؤيته للحياة. تتطلب منا إجابة محددة وواضحة في شكل قرار أو فعل أو سلوك في إطار زمني محدد، وكلما كانت الإجابة ملائمة ومناسبة ومحققة لنتيجة مقبولة كانت الأصوب. ويمكن قبل الإجابة التفكير في حلول وبدائل واختيارات للتعامل مع المشكلة، والتي نفضل تسميتها التحدي والتحديات. التعامل مع المشكلة يكون عبر اجتهاد ونظر عقلي ومدخلات من البيانات والمعلومات، ثم تنفيذ ما رسينا عليه من حلول وقرارات وانتظار النتيجة. هل أصاب الحل أم أخطأ؟ وهل كان الحل ملائم أم لا؟ وكيف نقل الحل المشكلة إلى مستوى آخر وأعاد صياغة طرحها وترتيب عناصرها، أو قضى على المشكلة وأنهاها تماما؟ ونادرا ما يحدث ذلك. ولتعلم أن معظم إن لم يكن كل أسئلة الحياة إجبارية وضرورية ومن الصعب الهروب منها، ولذلك فهي تضعنا في ورطة اختيار. طالما تعيش في دنيا عليك بالحلم، وهو بالتدريب والاكتساب، وهو مزيج من الصبر الجميل والانتظار الممل وطولة البال وعدم فقدان الأمل والفرح بالتقدم لو شبر تجاه ما تريد، والمصابرة وعدم فقد مواصلة الاتجاه والأمل، بالإضافة إلى قوة التحمل وعدم تعجل النتائج وقبول الفشل والنجاح وتجاوزهما، وسعة الصدر إزاء المكتوب والقضاء والقدر، والقبول الراضي بالأحوال مع اكسابها معاني إيجابية، والمرونة في التفكير والتنفيذ والتصرف وعدم وضع قيود على الاختيار والبدائل، فكل الحلول ممكنة، والتكيف والتلاؤم مع الواقع ومقتضى الحال والتغيير المستمر في الأمور. إذا كنت مزود بهذا النوع من الوعي فلتدرك أنه هناك، وعند هذا الوعي بالتحديد الإرادة الإنسانية جبارة، وأن كل مشكلة أو تحدي وله حل، علمه من علمه وجهله من جهله، فلا وجود للمستحيل. وهكذا مضمون العبارة الشهيرة التي قالها نابليون بونابرت: No impossible، لا مستحيل، وكل مشكلة لها حل. ولكن لا يوجد حلول جاهزة وسهلة وبسيطة، أو لا تتطلب إرادة وتفكير وقدرة على التقييم والاختيار ومرونة لا حدود لها في التعامل مع المشكلات، وجهد، وأكرر وجهد. فالعبد في التفكير والرب في التدبير، فبمجرد اتخاذ خطوة إيجابية وجهد محمود في سبيل حل مشكلة، ستجد الله يكيف الدنيا ويغير حالها في اتجاه حل مشكلتك. لكن دون بذل جهد وحركة وتفكير لن تجد التيسير. فقانون التوقع هو أحد القوانين الميتافيزيقية التي يشير لها رواد التنمية البشرية، هي أن الدنيا ستعطيك على قدر توقعك واتجاه سيرك وجهدك، وستسير في اتجاه التوقع الذي تتوقعه منها. من كان يريد الدنيا نؤته منها. لذلك احسن الظن بالله، فالله عند ظن عبده به، ومن آتاني شبرا أتته ذراعا. عندما تبذل جهد وتسعى في اتجاه حل المشكلة سيحدث التيسير، فإن مع العسر يسر، إن مع العسر يسر. ولتعلم أن أي محنة تمر بك يمكن فهمها وإعطائها معاني إيجابية ومميزات تجعل منها منحة، ومن الممكن العكس أن تعطيها معاني سلبية
تدمر نفسك. فعملية اكساب المعنى للأحداث التي تمر بالإنسان عملية هامة تفيد في مواجهة أي أزمة وتجهيز ورفع الروح المعنوية التي تواجه بها الأزمة. وليكن شعارك عند حدوث أي مشكلة طارئة أن تقول عله خيرا، وتسعى في اتجاه حلها بالجهد والإرادة وسعة الأفق في التفكير. فبالفعل مشاكل كثيرة يحلها الحلال، واللي تخاف منه ما يجيش أحسن منه، وللزمن قدرة عجيبة على حل مشكلات كثيرة أو طمس تأثيرها وحضورها. ويعتبر في بعض الأحيان تجاهل المشكلة واللامبالاة بها جزء من حلها. دع القلق وابدأ الحياة، لا تحزن إذا واجهك القلق. ماذا تفعل؟ المنهج العلمي في التفكير هو أكثر طريق لحل أي مشكلة، وأول قواعد المنهج العلمي هو تحديد المشكلة بوضوح متناهي أمين ودقة شديدة دون ربطها بسيل من المشكلات المتداخلة والرواسب العالقة، أو تهوينها بشكل مخل، أو تهويلها بشكل مبالغ فيه، أو ربطها بمشاعر وعواطف وأحداث وأقوال وأشخاص لا فائدة ولا طائل منها غير الإبراز والتصور الدرامي للمشكلة، وهو غير مطلوب في الحل الواقعي لأي مشكلة. وليصيبك حالة من الاختصار والاختزال الشديد في الرؤية وأنت تحدد المشكلة بمنتهى الاقتصاد وتخلصها من أي تداخل أو شوائب أو اضطراب. وننصح باستخدام الورقة والقلم في تحديد المشكلة التي هي سبب قلقك بعبارة جزلة، لأنه بالكتابة تعطي استحقاق وأهمية لما تحدده، وتتيح لك التفكير يمينا ويسارا وفي اتجاهات متعددة تفيد في صحة التحديد لسبب القلق ونطاقه العام. إذا كان سبب القلق محدد واضح يمكن التعبير الكتابي عنه، فلن تجد أي قلق نحو حل المشكلة. القلق دائما ينتج من عدم الوضوح واختلاط الشوائب الشعورية والعاطفية بالمشكلة، والجهل والتوقع والخوف والتباس المشاعر وتعقدها، وعدم القدرة على الرؤية بوضوح واضطراب وضوح المشكلة. وهذا ما يسبب القلق ويجعل المشكلة غير قابلة للحل. وفي أحيان كثيرة ينتاب الإنسان قلق مجهول المصدر لا سبب له، نتيجة ضغوط أو تداخل أو عدم وضوح رؤية إزاء ما يفعله وما يحدث له. سنكون الآن أمام مجموعة استراتيجيات فعالة للقضاء على القلق إزاء مشكلة من المشكلات. 1- استراتيجية الهروب. يقولون أن المواجهة أفضل وأشجع وأنجع وأنجح لحل المشكلات من محاولة الهرب السلبية والتجنب، ولكن لا ننسى أن من حق الإنسان الهرب، وأن الهرب والاستماتة في أي تمثيل الموت غريزة إنسانية يستخدمها عند الخطر، وأن هناك بعض المشكلات يلعب الزمن والظروف جزء هام من حلها ويسهل الحل. فلماذا لا نستفيد من مرور الزمن وتغير الأحوال عبر كسب وقت في الهروب، ثم نعود بعد هروب لمواجهة المشكلة؟ يقول الله: ولا تولوا الأدبار إلا متحرفي لقتال. والمعنى واضح، أنه أحيانا نحتاج لهروب تكتيكي حركي وليس استراتيجي على مستوى الرؤية والتخطيط العام. نحتاج للمهادنة أحيانا لكسب الوقت والظروف، نحتاج للحروب ولو لفترة من الزمن، ويكون ذلك أفضل من التصادم والتصدر والاندفاع العشوائي الأهوج في أوقات وظروف قد لا تكون غير مناسبة. ولا ننصح بالتهور ولا ننصح بالجبن، ولكن ننصح باستخدام ومشروعية استخدام الهروب التكتيكي المؤقت لمواجهة قلق ما، إزاء مشكلة ما. وربما يعكس الهروب نوع من تجاهل المشكلة واللامبالاة بها، وقد سبق وأن قلنا أن معظم حلول مشاكلنا كامن في اللامبالاة بها وتجاهلها وتجاوزها واستيعابها وإعطاء فرصة ومساحة للزمن والظروف للمشاركة في حلها. على الله يحدث بعد ذلك أمرا. 2- استراتيجية المواجهة، وقوع البلاء ولا انتظاره. أن تلقي نفسك في اتجاه ما يقلقك مباشرة ولا تخاف منه ولا تؤجل التعامل معه، واعلم أن تعرضك لما يقلقك ومواجهتك له تزيل القلق بالتعرض والتهويل الذي كان في ذهنك تجاه المشكلة. نكتشف بمواجهة المشكلة التي تقلقك أنه كان تهويل ومبالغة، ولم تكن تستدعي المشكلة القلق أصلا ولا المخاوف ولا الظنون، وأن أنه
من البساطة، وذلك جعل البعض يقول اللي تخاف منه ما يجيش أحسن منه، وحتى إذا أدت المواجهة لحدوث ما كنت تخاف منه فسيحدث ذلك سريعا وينتهي الأمر، ويصبح ما يخلقك ماضي وشيء وانتهى، وعليك التفكير في الجديد بعد التعلم من التجربة السابقة. ثلاثة، استراتيجية من الآخر. من الآخر، ما الذي سيحدث لو حدث كذا؟ أيا كان ما سيحدث من نتيجة، أنا متقبله بصدر رحب ولا داعي للقلق، فقد حدث ما حدث، وأنا بانتظار أسوأ ما سيحدث وعلي ترحيب به، فما الداعي للانتظار بقلق؟ وليكن الانتظار براحة وثقة، لأن النتيجة لن تضيف ولا تغير، وقد قبلت بأسوأ نتيجة مسبقا، وهذا ما يسمى الاستبياع، أو أعلى مفخركم بركبوه، أو ضربوا الأعور على عينه وقال خسرانة، أو ياما دقت على الراس طبول، أو أكتر من كده وبيزيح ربنا، أو خيرها في غيرها، أو يا صابت يا خابت. إنها استراتيجية قبول وعدم رفض، ولذلك هي استراتيجية مريحة جدا، وليس هروبية ولا تجنبية، وليس مواجهة، وإنما استراتيجية رضا. أربعة، استراتيجية الإلهاء وتنظيم الوقت، ولكل مقام مقال. أن تعيش وفق قاعدة ألا تفكر في شيء لم يحن وقت تنفيذه بعد، وتفكر فيما تنفذه من أعمال وفي تفاصيلها وإتقانها وجودتها، وعندما يحين وقت تنفيذ شيء في موضوع المشكلة المقلقة تتعامل معه بنفس الأسلوب والتفاصيل في إطار وقته ومقامه ومقاله، وتقدر الضرورات بقدرها والأوضاع بما هي عليه حال ووقت وقوعها، وليس قبلها ولا بعدها، ولا تسمح مشكلة لم يحن وقتها لأن يسيطر عليك بهم تجاهها أو تفكير فيها قبل حلول وقتها ووقوعها. خمسة، استراتيجية افعل شيئا ما. لا تستسلم للقلق، افعل شيئا ما ولو بسيط في اتجاه حل المشكلة أو قريب من اتجاه المشكلة. فإذا مثلا كنت لا تجد عمل، اقبل أي عمل وافعله سواء يناسب أو لا يناسب، مقابله جيد أم لا. افعل أي شيء ولو بسيط ومحدود، ولا أمل في أن هذا الشيء قادر على حل المشكلة، ولكن انهمك فيه فيما تفعل، سيزيل هذا القلق وسيفتح لك آفاق من الفعل وحل المشكلة لم تكن تتخيله، في وقت لم تكن تتخيله قادرا على التحرك والإنجاز بسرعة نحو حل مشكلتك. 6، استراتيجية الموضع. أنا برا نفسي، أي تتعامل مع المشكلة التي تسبب القلق بمنهج علمي صارم واضح ومحدد وموضوعي، وبعيد عن تيار شعورك أو ذاتك رغم أنها مشكلتك، ولكن لا تنسى ذلك وتتعامل، لعل أنها مشكلة تتطلب حل، وأنك على رباط موضوعي بها وليس ذاتي. تتعامل من الخارج ببرود، وستجد أن أدائك في حل المشكلة واتخاذ قرارات فيها والتصرف أداء جيد ومثالي ومنجز وقادر فعلا على حل المشكلة، لأنك أبعدت كل ما من شأنه زيادة التحميل والضغط النفسي المشوش والموتر والمؤدي دورا سلبيا في اكتشاف الحل الأنجح للمشكلة.